بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونعود من هذا الاستطراد مع عودة السياق القرآني إلى بقية هذا الاستدراك. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقد اختلف السلف في مدلول هذه الآية باختلافهم في عائد الضمير في موته، فقال جماعة: وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، أي قبل موت عيسى، وذلك على القول بنزوله قبيل الساعة. وقال جماعة أخرى: وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى قبل موته، أي قبل موت الكتاب، يعني هذا الكتاب قبل أن يموت يؤمن بعيسى عليه السلام، وذلك على القول بأن الميت وهو في سكرات الموت يتبين له الحق، حيث لا ينفعه علمه بهذا في هذا الوقت. ويقول سيد قطب: ونحن أميل إلى القول الثاني الذي ترشح له قراءة أبي، إلا ليؤمنن به قبل موتهم. فهذه القراءة تشير إلى عائد الضمير وأنه أهل الكتاب، وعلى هذا الوجه يكون المعنى أن اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام وما زالوا على كفرهم به وقالوا إنهم قتلوه وصلبوه، ما من أحد منهم يدركه الموت حتى تكشف له الحقيقة عند حشرجة الروح، فيرى أن عيسى حق ورسالته حق فيؤمن به، ولكن حين لا ينفعه إيمان، ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا. بذلك يحسم القرآن الكريم قصة الصلب، ثم يعود بعدها إلى تعداد مناكر اليهود وما نالهم عليها من الجزاء الأليم في الدنيا والآخرة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فيضيف إلى ما سبق من مناكرهم هذه المنكرات الجديدة: الظلم والصد الكثير عن سبيل الله، فهم ممعنون فيه ودائبون عليه، وأخذهم الربا لا عن جهل ولا عن قلة تنبيه فقد نهوا عنه فأصروا عليه، وأكلهم أموال الناس بالباطل بالربا وبغيره من الوسائل بسبب هذه المنكرات. ومما أسلفه السياق منها: حرمت عليهم طيبات كانت حلالا لهم، وأعد الله للكافرين منهم عذابا أليما. وهكذا تنكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريخهم وفضع تعلاتهم وعدم الاستجابة للرسول وتعنتهم ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم ويسر ارتكابهم للمنكر وجهرهم بالسوء في حق الأنبياء والصالحين، بل قتلهم والتبجح بقتلهم، وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس اليهود في الصف المسلم وكيدهم ومكرهم وحبائلهم. وتعرف الجماعة المسلمة ما ينبغي أن تعرفه الأمة المسلمة في كل حين عن طبيعة اليهود وجبلتهم ووسائلهم وطرائقهم ومدى وقوفهم للحق في ذاته، سواء جاء من غيرهم أو نبع فيهم، فهم أعداء للحق وأهله وللهدى وحملته في كل أجيالهم وفي كل أزمانهم مع أصدقائهم ومع أعدائهم، لأن جبلتهم عدوة للحق في ذاته،
جاسية قلوبهم، غليظة أكبادهم، لا يحنون رؤوسهم إلا للمطرقة، ولا يسلمون للحق إلا وسيف الحق مسلط على رقابهم. وما كان هذا التعريف بهذا الصنف من الخلق ليقصر على الجماعة المسلمة الأولى في المدينة، فالقرآن هو كتاب هذه الأمة ما عاشت، فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها، وإذا استنصحته في أمرهم نصح لها، وإذا استرشدت به أرشدها، وقد أفتاها ونصح لها وأرشدها في شأن يهود، فدانت لها رقابهم، ثم لما اتخذته مهجورا دانت هي لليهود، كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة، وهي غافلة عن كتابها القرآن، شاردة عن هديه، ملقية به وراءها ظهرية، متبعة قول فلان وفلان، وستبقى كذلك غارقة في كيد يهود وقهر يهود حتى تثوب إلى القرآن، ولا يترك السياق الموقف مع اليهود حتى ينصف القليل المؤمن منهم ويقرر حسن جزائهم، وهو يضمهم إلى موكب الإيمان العريق، ويشهد لهم بالعلم والإيمان، ويقرر أن الذي هداهم إلى التصديق بالدين كله ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله هو الرسوخ في العلم وهو الإيمان. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فالعلم الراسخ والإيمان المنير كلاهما يقود أهله إلى الإيمان بالدين كله، كلاهما يقود إلى توحيد الدين الذي جاء من عند الله الواحد. وذكر العلم الراسخ بوصفه طريقا إلى المعرفة الصحيحة كالإيمان الذي يفتح القلب للنور لفتة من اللفتات القرآنية التي تصور واقع الحال التي كانت يوم ذاك، كما تصور واقع النفس البشرية في كل حين. فالعلم السطحي كالكفر الجاحد هما اللذان يحولان بين القلب وبين المعرفة الصحيحة، ونحن نشهد هذا في كل زمان. فالذين يتعمقون في العلم ويأخذون منه بنصيب حقيقي يجدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان الكونية، أو على الأقل أمام علامات استفهامية كونية كثيرة لا يجيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون إلها واحدا مسيطرا مدبرا متصرفا وذا إرادة واحدة وضعت ذلك الناموس الواحد. وكذلك الذين تتشوق قلوبهم للهدى المؤمنون يفتح الله عليهم وتتصل أرواحهم بالهدى، أما الذين يتناوشون المعلومات ويحسبون أنهم علماء فهم الذين تحول قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل الإيمان، أو لا تبرز لهم بسبب علمهم الناقص السطحي. علامات الاستفهام وشأنهم شأن من لا تهفو قلوبهم للهدى ولا تشتاق، وكلاهما هو الذي لا يجد في نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة الإيمان، أو يجعل التدين عصبية جاهلية فيفرق بين الأديان الصحيحة التي جاءت من عند ديان واحد على أيدي موكب واحد متصل من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. وقد ورد في التفسير المأثور أن هذه الإشارة القرآنية تعني أول ما تعني أولئك النفر من اليهود الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أسماءهم من قبل، ولكن النص عام ينطبق على كل من يهتدي منهم لهذا الدين
يقوده العلم الراسخ أو الإيمان البصير، ويضم السياق القرآني هؤلاء وهؤلاء إلى موكب المؤمنين الذين تعينهم صفاتهم، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، وهي صفات المسلمين التي تميزهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالله واليوم الآخر، وجزاء الجميع ما يقرره الله لهم، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ونلاحظ أن المقيمين الصلاة تأخذ إعرابا غير سائر ما عطفت عليه، وقد يكون ذلك لإبراز قيمة إقامة الصلاة في هذا الموضع على معنى، وأخص المقيمين الصلاة، ولها نظائر في الأساليب العربية وفي القرآن الكريم لإبراز معنى خاص في السياق له مناسبة خاصة، وهي هكذا في سائر المصاحف وإن كانت قد وردت مرفوعة والمقيمون الصلاة في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.